القضيه ديال السيد الياس البركي اللي تتبعوها الكبير والصغير في المغرب من المحبين ديالو حتى من غير المحبين. نعم. هي قضيه موضوعها يشغل راي البال يشغل بال راي العام الوطني. اليوم تقررت خير الملف للاطلاع على شكايه جديده تم اضافتها الى الملف. يعني شنو الجهه اللي اضافتها استاذ اذا كان ممكن توضيح؟ اخر كان في فيديو معين هو الذي تقدم اليوم شكايه تضمها الى الملف، وهذا يؤثر على مسار القضيه باعتبار انه هناك تنازلات من جميع الاطراف، ولكن تم تاخير الملف للاطلاع على وتقدمنا كدفاع. نعم. بملتمس من جديد يرمي الى تمتيعه بالصلاح المؤقت، والمحكمه لها السلطه التقديريه في تمتيعه بذلك، ولها كذلك السلطه في ان ترفض الطلب، ولكن نحن ثقتنا كبيره في العداله المغربيه. نحن في بلد فيها ملك لا يظلم عنده احد، واكيد سيجعل الله لإلياس مخرجا وفرجا مما هو فيه. استاذ بخصوص غدا الله يحفظك استاذ، ما كتشوفش ان تساوري الجلسات وتساوري الشكايات، ما الغايه وما المقصود من هذا التساوري ديال الشكايات؟ والله سبحانه يقول في القران الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسالوا عن اشياء سبحانه استاذ تبدا لكم تسؤكم. فحنا كنحاولوا ما امكن انه هذا الملف هذا يتطوى باقل الاضرار ان شاء الله. حنا في البلد صحيح انه متعدد الطوائف، ولكن نحن وحده واحده، شعب واحد، لا فرق بين عربيين وبين ريفيين وبين صحراويين وبين امازيغي، المغرب بلد واحد، بدليل اننا نتعايش مع بعضنا البعض، العرب في الصحراء وهناك في بلد الامازيغ، وكذلك الامازيغ في بلد العرب. التسامح هو الذي يجمعنا، المغربيه المغربيه هي التي تجمعنا، وبالتالي فانه حتى تولي الشكايات فليس من شانها تاثير على المسار القانوني للحقيقه. استاذ بخصوص غدا غيكون الاضراب ديال هيئه المحامون، واش ما غيشكش واحد صراحه يعني التاخير في هذا الملف؟ يعني نظرا لهذا غيكون واحد المقاطعه ديال تكون اضراب عام ديال الاضراب انه المحامون الجلسات، وكذلك ستكون هناك تجميد لمهام الدفاع حتى شعار اخر من طرف جمعيه هيئه المحامين في المغرب. الياس سواء الياس المالكي او غيره من المتهمين المعتقلين على ذمه قضايا سواء امام محاكم ابتدائيه او محاكم استئناف، فانه يبقى له الحق في ان يتمسكوا بدفاعهم حتى وان كان دفاعهم في حاله انقطاع عن العمل، يتمسكوا امام المحاكم بحقهم في حضور دفاعهم الى جانبهم، وذلك الى ان يزول ويرتفع المانع الذي هو الاضراب. شكرا. واش نقول لك يا اخي، هو الصلاح المؤقت هو مكنه متاحه امام جميع الجهات، امام سيد القاضي، امام سيد الوكيل المالي، امام الهيئه القضائيه. قدمناه للمره الثانيه صلاح المؤقت، وبالنسبه لنا في اطار القانون نحن ملزمون ببذل العنايه. انا عوض ان استشف راي المحكمه ما دخلش في المهام ديال الدفاع، مشغوليش. انا اقول ان صلاح المؤقت المقدم لجلسه يومين فيه مضافات، المضافات هي التنازلات التي ادلي بها، هذه التنازلات كتخفف لنا من درجه خطوره الافعال، لان الاعتقال يكون مرهون بجوج حوايج، خطوره الافعال وعدم الضمان. نحن قلنا للمحكمه على انه الافعال هي مبدئيا نراها غير خطيره، ولكن الان بعقب التنازلات اصبحت اقل حجما، واعتقد بانه يستحق صلاح المؤقت لتنازل جميع الضحايا باستثناء المضاف المستجد، هي الشكايه التي قدمت يومه وودي بها في الجلسه. استاذ واش شي واحد الاغماء على هذه الشكايه؟ المراد لان تاخروا في رفع الدواء، المراد منها هو ركوب على الركوب على الموجود. اولا ليس مطلوبا مني ان استقرئ النوايا، اطار الدفاع انا اتعامل مع الدليل والحجه. رايت اليوم شكايه مقدمه جارنا، وفرحت برؤيه مجموعه من التنازلات، وان قسنا بفعلين فانه يظهر بان التوجه رامي الى
رحمتي والتفاعل الإيجابي مع السيد الوزير، كما أقول دائما لشخصي ولطبيعة قدمي. أستاذ، بعد التواصل ديالكم مع إلياس كيدير الحالة ديالو النفسية؟ تواصلي مع إلياس وقد أقول لك بأنه في إطار الدفاع عليه، عاد ذلك لحد الساعة باقي ما دارش ليه الزيارة في الحبس. من خلال المحاكمة غادي المحاكمة إلياس يتمسك بحقه. أستاذ، سمعنا أنه تم إغماء عليه وسط الجلسة. المسألة كانت مشاهدة وماشي ربما تقييم الإغماء من عدم مسألة طبية، ولكن بدا قبيلة بأنه كاين عليه الإثر، كاين عليه أثر ديال ضغط معين. ربما ضغط ربما. شتيبوا لي نشتيه، نسولوا إلياس. تصوري انا في حياتي من نهار بديت الدفاع مع مني دافع الشقه ديالي ما عملش. استاذ، اليوم يعني حنا في اهم من مثل هذه القضايا في الاهتمام بها يعني اعلاميا، شنو ممكن النصيحه ديالك اللي تقدم مثل هذا الشباب يعني اللي كيقوموا بمثل هذه التصرفات اللي كتكون طائشه وربما انها يعني صراحه انها تخسر الهضره ولا هذه الامور يعني من اولا لا املك حق تقييم تصرفات الشباب لأن الأمر لا يلج لي، وثانيا أنا أقول أن المجتمع المغربي من خصائصه أنه مجتمع متحرك، والشباب قوة بغض النظر عن بعض الأخطاء اللي كتكون وهي من خصائص الطبيعة البشرية. أستاذ، أستاذ، بعض الناس دابا هنايا في مدينة الجديدة تيقولوا لهم العروبية، واش من حقهم حتى هما يرفعوا شكاية؟ شكون اللي كيقول لهم العروبية؟ اليوتيوبر. أي حاجة يوتيوب ولا بعد الصفحات ولا بعد. بصفة عامة لا نتحدث عن هذه الواقعة لأن ليس لي وثائقها، ولكن سأقول لك بأن حق التشكي حق دستوري، حق الإنسان يقدم شكاية، ومطلوب منه يقدم على الدليل تحت طائلة أنه سيواجه باش بالوشاية الكاذبة في حالة بيان كيدية الشكوى ديالو. أستاذ، هذا الموضوع يعني ماشي يستحق هذه الضجة كاملة وهذه الشوشرة اللي كاينة في المغرب. اي موضوع؟ الموضوع ديال الياس الماكي يعني خاصة انا السب على هذا السب هذا. رايي كمحامي من خلال الدفاع عليه انني امثله، انا اؤمن بقضيته في اطار الدفاع، الدفاع القائم على دراسة الحجة وتقديم وسائل الاثبات ومناقشة القضية، اما الاحكام ديال القضاء فهي التي تعلن عن حقيقة القضية، وهي على كل حال نسبية الى انتهاء هذه المسطرة بصدور حكم قرار مبرر عن محكمة النقد. نعم الى ما كانش واحد المحاكمه هنا، وهل ممكن ان يتابع حين يغادر ارض الوطن من طرف جمعيات عالميه ديال الامازيغ؟ بالنسبه لي نرجعوا للاصل انه الانسان لا يحكم من اجل فعل واحد الا مره واحده. هو حيت الا ما كانش. ولكن الرساله الجمعيات الامازيغيه ارسلتها لنا. الجمعيات الامازيغيه اثبتت بانها وطنيه. استاذ وطنيه اصل فينا كاملين. سؤال اثبتت بانها عندها اريحيه حتى في التعامل مع الشؤون القضائيه. لانها في زمن قياسي قدمت الصراحه. واش حنا باقيين كنتسناو زمن قياسي؟ وانا اقول بان ما يقع هو انعكاس على المجتمع المغربي، لاحظ بان اولادنا كيضربوا كيصالحوا والدينا في نفس النهار، حنا هكا اللي بغى يخلينا ماشي هكا راه باغي يتسلى. استاذ، ماشي غيتمد الطلب بحال الصراحه وعدمه. المفترض ان الصراح الموقت بالتوفيق اليوم يومه، راه تحفظ الملف هذا التامل. لا التامل كل ما تخص قضيه فرديه او يتعلق بقضاء جماعي. نعم، باش معنا التعديل الناس كيسولوا عليه، باش امل ديما كاين في الله عز وجل، وداكشي علاش الحقيقه عرفها المشرع المغربي. شكرا. الحقيقه ديما نسبيه، والغريب ان كل واحد في الحياه عنده حقيقته. انا نتمنى من بعد هذه القضيه ترجع اللحمه ما بين الياس الملكي وهذا المجتمع بالضبط على مستوى الواقع اكثر من القانون. شكرا جزيلا.